الفريق بن عزيز يعلنها من داخل الكهف ويصدر توجيهاته لقادة الجيش الوطني بهذا الشيء. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز من داخل أحد الكهوف بين محافظتي مأرب والجوف استعداد قوات الجيش لخوض المعركة العسكرية الفاصلة والحاسمة ضد الحوثي لتحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون، موجها قادة وحدات الجيش برفع الجاهزية ومشددا على وحدة الصف. جاء ذلك خلال تفقده رجال الجيش والمقاومة في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب، ناقلا لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمناسبة عيد الفطر المبارك. وعقد رئيس الأركان خلال الزيارة اجتماعا بقيادة المنطقة وقادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة لها وقادة الجبهات لمناقشة الأوضاع الميدانية والجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة. وأشاد الفريق بن عزيز بالجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش، مشيدا بصبرهم والتزامهم بالهدنة رغم الخروقات التي تقوم بها الحوثي على حسب قولهم. وأكد أن قوات الجيش تفقد كل يوم شهداء وجرحى وخسائر مادية نتيجة خروقاتهم، ورغم ذلك ما تزال قواتنا ملتزمة بها تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ونزولا عند رغبة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة.